السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الساعة مباركة لشدلية الخطيبة كتشوف. مرحبا بك لالا حنان. كنشكرك. أنا بغيتك تفسر لي واحد الحال، الله يجازيك بخير. إياها لالا. أنا عندي الوالد مريض، عنده جزء ديال الأيسر نعس عليه. الله الله يشافيه. امين، الله يرحم الوالدين. وكان برا، ومهم داروا العمليات وما بقى عندهم ما يديروا له، فقالوا لنا نصيفطوا لكم. ايه مسكين. بس منا قالوا انا ديك السيمانه كتشلمني الوالده انا بانني تزوجت بيه. نعم. جات كتخاصم عليا كتقول لي راه حرام تزوجي بالوالد ديالك. نعم. جيت انا قلت لها لا، بلا ما تخافي، انا واخا تزوجت ببا رغم عمر وجهي ما غادي يشوفه. نعم. وكيوقع لي دكتور واحد عندي بحال المشكل، انا كنبغي نجي نقرا القران ديما، سبحان الله العظيم كنبغي نقرا وما كيبقى ويديا كيطيحوا عليا وراسي كيدوخ عليا بزاف، وكنبغي نتقيا، وبعض المرات كيبقى يا خويا هكا كيخلي شي قناه ديال القران في الليل وكينعس كينسى التلفازه. انا ناعسه والقران خدام كيقرا، ومن كضربني الفرقه كنلقى راسي يعني عم تقيا، كتجيني شي حاله بحال اللي فيا المس، بحال اللي ما عرفتش راسي مالي. ما شاء الله، الله يشافيك ويعافيك لالا حنان. الرؤيه الاولى اللي بان الوالد ديالك حلمتي بيه تزوجتي معاه، هو الزواج بالمحارم في المنام، معناه رزق سوف يسخره الله بعضهم لبعض. اما غتكون انتيا مرزاقه للوالد ديالك، واما الوالد ديالك غادي يكون مرزاق لك انتيا. الزواج بين المحارم في المنام، بعض الناس كيشوفوا هذه الرؤيه يصيبهم الفزع، كيفيق في واحد الخوف شديد، لكن كنقولوا لهم بان معناها غير ذلك، المعنى ديالها بان غيتصاب برزق من طرف واحد منهم، واحد الطرفين غادي يكون سبب في رزق الاخر. فربما الرضا ديال الوالد ديالك غادي يكون لك ستر وغطاء، واما انك انت ربي غيفتح لك ابواب التيسير وغتسبب في العلاج ديال الوالد ديالك، او غتصدق عليه صدقات كثيره وينتفع منك باذن الله. والقضية الثانية انك كتقري القرآن الكريم وكتشعري بالدخان في راسك وتقياي، هذه علامة بان عندك بوادر المس، لان اللي كيسمع القرآن الكريم المفروض انه ينشرح وكيشعر بالطاقة الإيمانية وبالابتهاج، ولا سمعوا عند النوم كيشعر بواحد النوم رفيع وهادئ، لكن يلاقى راسه ما حاملش القرآن الكريم وراسه كيضره كيبغي يتقيا، دليل انه ممسوس بكائن غير انساني كيرفض القرآن الكريم، وهو اللي كيدير لي هاد الأوجاع باش ما يسمعش كلام الله تعالى. فلا بد أنك في هاد الحالة تسمعي القرآن الكريم على وجه الاستشفاء، سمعيه بقوة وخليه يدوخ وخليك تقياي، ماشي أنت اللي غتأذي، داك اللي كيكون الداخل هو اللي كيتأذى بالقرآن الكريم ويزول بأمر الله تعالى، فخصك تخضعي إلى رقية بالقرآن العظيم. وأحسن طريقة استعمليها أنت بنفسك، يعني قوي نفسك، احسن حاجه اما تقري القران بنفسك او لا عندك شي سيدي ديري ويلكمان في ودنيك وسمعي القران الكريم وخليك ثابته، وتحسي بحال شي صعقات كهربائيه، ماشي انت اللي غتاذي الروح الخبيثه، وان شاء الله تعالى سيزول كل شيء. اذا ما قدرتيش استعملي غير اناء ديال الماء، قري فيه ما تيسر من القران العظيم، الفاتحه والكرسي والاخلاص والمعوذتين 3 مرات، وشربي ذاك الماء وغادي يمشي لك مع العروق ديالك ويخرج مع التبول، وبذلك الروح الخبيثه اللي هي كتله من النار تنطفئ بالماء وتزول بامر الله تعالى. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.